والحقيقه يعني حوار مهيب مع خالد علي ده من فتره مدة. طويله بس شفته كشف عن هذه الرغبه اللي عند موسيماني تجاه الاهلي او احساسه بقيمه الاهلي وافكاره. مشروع موسيماني كان في ذهنه عامل ازاي حتى على المستوى العاطفي في تعايشه مع بعض المشاكل. بالمناسبه موسيماني عبر عن دعم مؤمن زكريا في مرضه نفكركم بيه. السلام عليكم مؤمن، ان شاء الله ترجع بألف سلام بيتو موسيماني ماميلو دي ساندانس. السلام عليكم مؤمن، ان شاء الله ترجع بألف سلام بيتو موسيماني ماميلو دي ساندانس.